السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا تسنيم محمد فهمي من جريس 3B. اليوم سنتحدث عن تحمل المسؤولية، فهيا لنبدأ. تحمل المسؤولية بقيمي وأخلاقي أرتقي. تحمل المسؤولية هي الشعور بالواجب تجاه النفس والغير، فلكل منا دوره في الحياة مهما كان، مع نفسه وبيته ومجتمعه وكل ما حوله. ومن هنا يتولد شعورنا بالمسؤولية كي نحقق ما خلقنا من أجله. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. علينا أن نكون جادين ونستشعر المسؤولية لنعيش بنجاح ومجتمع أرقى وأفضل. لا نقول هذا الشأن لا يعنينا ما دمنا نتنفس، فنحن مسؤولون عنه. المسؤولية هي المفتاح الذي نحتاجه لنغير من حالنا مع خالقنا والناس.